أنا الديناصور العملاق، أكبر ديناصور في الجزيرة، ومحدش يقدر يتحداني، وأنا جعان دلوقتي، أقدر آكل أي حد على الجزيرة. فين الديناصورات الصغيرين عشان ناكلها؟ استنى هنا، ما تجريش، هتروح مني فين؟ ما تكونيش الحقوني، حد ينقذني من ديناصور العملاق. استنى هنا، ما تجريش، هتروح مني فين؟ احنا لازم نتجمع كلنا ونشوف حل للديناصور العملاق ده. ايوه لازم نشوف حل، احنا مش كل شوية هنهرب منه، لازم نشوف حل. احنا لازم نتجمع كلنا ونضربه علقة علشان يحرم ان هو يجري ورانا تاني. انا ديناصور عجوز وهو ديناصور عملاق، هيضربكم بضربة واحدة يموتكم كلكم. طب والحل ايه؟ لو فضلنا كده هيموتنا. أنا جيت، وي أنا جيت، وي بصوا بقى، أنا أقدر عليه، أنا أسرع واحد فيكو وكمان بطير، وهو ما يقدرش يطير ورايا، أنا أقوى واحد ممكن أقدر عليه. طيب يا ذكي، أنت هتطير وهو مش هيقدر يطير وراك ويمسكك، ماشي، إنما هتقدر عليه إزاي وأنت طاير في الجو؟ أنا عندي حل. هو صحيح الديناصور عملاق لكن مش ذكي، واحنا اذكى منه. احنا نحفر حفرة كبيرة قوي، ونغطي الحفرة دي بالعشب واوراق الشجر، ونحط عليها قطعة اللحمة، واول ما يقرب من اللحمة هياكلها، هيقع في الحفرة الكبيرة ومش هيطلع منها تاني. ادي اوراق الشجر واغصان الشجر والعشب. انا جعان. ايه ده، لحمة هناك اهي، لحمة هناك اهي، اما اروح اكلها. ها ها ها، ايه ده، الحقوني الحقوني، طلعوني طلعوني، الحقوني، حد ينقذني. هاي وعشان تفهم وتعرف ان الحجم الكبير والقوة مش كل حاجة، اديك وقعت يا غبي في الحفرة اللي احنا عملها لك. ها ها ها، شوفوا الديناصور العملاق بقى عامل ازاي.